بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزيكم حبيبي؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة جولة جديدة على قناتي، تغطيات قناة الهنا. الجولة دي في قصر الأواني. على فكرة التخفيضات حبيبي ما زالت مستمرة، التخفيضات من 9 لـ65%. النهاردة الجولة عن أجهزة المطبخ الكهربائية. هنشوف الهاند بليندر واللي هو الخلاط اليدوي والعجانات والقلايات الهوائية. بس ياريت كده قبل ما نتفرج على الفيديو سوا مع بعض، إذا عجبكم الفيديو وعجبتكم القناة، الضغط على زر الجرس أسفل الفيديو أو الجرس بعد الفيديو مباشرة، اللي هو اشعارات الكل، علشان ان شاء الله يوصل لكم كل فيديو جديد من القناة. واللايك حبايبي ما تنسوش عشان ان شاء الله تلاقوا المزيد. نبتدي كده مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ده خلاط يدوي او مضرب كينوود على 189، لونه اللي هو السيلفر ده. لونه فضي حلو قوي. ده برضو خلاط يدوي او مضرب يدوي كينوود، ده ب155. الفرق بين ده وبين ده بيختلف الوات. هنا خلاط يدوي او مضرب يدوي جانو على 76. ده مضرب بيض على 76، 6 سرعات. ده مضرب يدوي برضو، مضرب بيض على 69، لونه اسود، بيريو، ماركة بيريو. ده ب72، ده جانو مضرب بيض ب72. ده مضرب بيض مولينكس ماركة حلوة برضو. ده سعره كام؟ ده ب142. ده برضو مضرب بيض على 169 جانو. نشوف مضرب البيض ده، ده ب164. نشوف نوعه كده، ده هوم إليك. ادي شكله. ده مضرب بيض برضو هوم إليك على 99، 6 سرعات. ادي اشكال مضارب البيض. نشوف بقى قطعة البصل والخضروات اللي هي الفرامة، ماركات مختلفة. دي قطعة بصل هوم إليك 75 ريال، 260 واط. ادي شكلها. دي برضو قطعة بصل من هوم إليك 500 واط على 95. نشوف قطعة البصل دي برضو من هوم إليك، كانت ب65، سعرها حاليا 58، 220 واط. دي قطعة بصل من هوم إليك كانت ب105، سعرها حاليا 76. هنا برضو قطعة بصل 220 واط من هوم إليك كانت ب75، سعرها حاليا 59. دي قطعة بصل ب78، دي من السيف،
انواع كتير قوي عندهم. دي قطعت بصل وخضروات فرامة من كينوود. كينوود ما فرق يعني، ماركة مشهورة برضو وحلوة. نشوف كده، دي سعرها 165 اللي هي الرمادي. دي قطعة بصل من فيليبس على 149، 400 واط. هنا برضو قطعة بصل فيليبس، ده الدرق بتاعها اهو، وشفرتين 3 شفرات ب266. هنا بقى قطعة بصل مولينيكس 3 في 1، كانت ب189، سعرها حاليا 159، دي 500 واط. نشوف برضو قطعة البصل المولينيكس السيلفر، دي على كام؟ دي ب342، ب342. تمنمية واط، عشان الواط بتاعها أعلى شوية، دي 800 واط ب3 شفرات. نشوف برضو دي فرامة ب299 مولينكس، دي فرامة كينوود على 271. ده خلاط يدوي كان ب141، سعره حاليا 79. ده ماركته كركماز. نشوف الخلاط اليدوي ده على 449 براون. ده هاند بلندر براون ستانلس، المقبض بتاعه ستانلس. نشوف كده سعره، خمسمية تسعة وتسعين. ده 1000 واط. ده هاند بلندر براون برضو ستانلس، ده الدرق بتاعه. ده هاند بلندر برضو على 691 كينوود. ده هاند بلندر او خلاط يدوي براون ستانلس، ب199. ده كينوود ب199، ده عليه السعر اللي بقول لكم عليه. نشوف ده على 175، ده هاند بلندر بس بلاستيك على مولينكس ب175. هنا برضو خلاط يدوي ب142 هوم إليك. دي اشكال الخلاطات والهاند بلندر. دي عصرة فواكه على 99 من هوم إليك. دي عصرة فواكه برضو على 144 هوم إليك. دي عصرة فواكه من سيف إليك على 75. دي عصرة فواكه برضو من سيف على 75. الأسعار قدامكم أهي. هنا ب229 براون.
دي عصارة مولينكس على 129، دي اللي هي 1000 واط. التانية دي الصغيرة دي 600 واط ب109، مولينكس برضو، عصارة مولينكس على 109. دي شكلها كينوود، عصارة فواكه على 135. نشوف بقى الآلات الهوائية. دي آلية هوائية دي لونجي على 799. دي لونجي برضو، دي آلية هوائية ب732، هنا ب999. طبعا الوات أعلى شوية، دي ب1100، كانت ب1199، سعرها حاليا 999، كانت ب1189، هنا كانت ب930، بقت ب744. دي لونجي، منزلين كل أنواع الآلية دي لونجي. الآلية دي لونجي دي كانت ب974، سعرها حاليا 679، دي سعرها 876. دي آلة تيفال، ادي شكلها، ب 399 ريال. ده كدور طهية الأرز على 189 من السيف، ده كدور أرز برضو من السيف إليك ب127. دي برضو طهية أرز تيفال ب210، ب215. دي طهية أرز كهربائية ب117 من هوم إليك. دي طهية أرز من كين وود على 138، هنا برضو طهية أرز ب229 من كين وود اللي هي سيلفر. دي قلاية بدون زيت، كانت ب1328، سعرها حاليا 929. تيفال، دي مفرمة لحمة، كانت ب243، دي من السيف، سعرها حاليا 211. نشوف بقى العجانات. دي عجانة جانو، كانت ب1154، سعرها حاليا 994. دي عجانة مولينكس بالخلاط، كان سعرها 1149، سعرها حاليا 699. في منها اللون الأحمر. دي عجانة السيف إليك، كانت ب1028، سعرها حاليا 629، 629. هنا العجانة دي كانت ب3373، سعرها حاليا 2899. مولينكس. ادي اشكال. بكده خلصت جولتنا النهاردة، كانت جولة في قصر الأواني، تخفيضات من 9 ل 65% على أجهزة المطبخ الكهربائية. يا رب الجولة تكون عجبتكم، وأقول لكم بقى عجبكم الفيديو وعجبتكم القناة، يا ريت اشتراك حلو كده زيكم ولايك، وإن شاء الله أشوفكم على خير في فيديوهات جديدة. مع السلامة.